الله يصلحك يا منصور، دام إن عاجبتك الصغيرة وراتي بتشوف الثنتين. يا بنت الحلال ترى الصور تختلف عن الواقع، ما في لازم أشوف الثنتين قدامي. والله يا منصور أشوفها صعبة أقول للناس ورونا بناتكم الثنتين. والله أجل خلاص هونت. لا 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 خلاص خلاص، شوفهم ثنتينهم وقول لي وش اللي تعجبك وأنا خلص لك الموضوع. والله شوفي بصراحة ثنتينهم صواريخ وكل واحدة فيها ميزة عن الثانية، لكن الله يكتب لك الخير. أنت ولد حلال وتستاهل كل خير. يا هلا وسهلا، زارتنا البركة تو ما نور البيت. يا هلا فيك أكثر يا أم طلال، ما تدرين وش كثر أنا مبسوطة بزيارتي لكم وإني أتعرف على ناس طيبين مثلكم. أنتم ما شاء الله عليكم أصل وفصل، ومعروف عنكم الطيب أبا عن جد. الله يسلمك، هذا من ذوقك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الحين عندك البنت هذه وخاشتها علينا. بس والله معاكي حق، اللي عنده بنت زي هذه يخاف عليها من العين. هذه الشغالة. معليش أنا آسفة. لا ما عليه. إلا ما قلتي لي يا أم طلال، هي من أي ديرة؟ مغربية. هم مو قالوا إنه من شروط الاستخدام لازم تكون فوق 40؟ إيه هذه فوق 40. أتحداك. يا هلا ومش هلا، حي الله الطيب ولد الطيبين، يا مرحبا. المهلي ما يولي يا عمي. يا مر. شكرا. تفضل. مرسي. بعد إذنكم. شوف الأدب والاحترام، والله شابت عيوني ما سمعت كلمة حلوة. يا عمي حنا جينا نطلب أختي بكلمة رأس. وشنو؟ أقصد أختي أبيها بكلمة رأس. أي الرجال خجبك. كم يا ولد؟ كم نادي اختفى صالة اللي هنا؟ كم؟ ورو ما يكلم مختفى البيت الرجال. حط العصير، حط العصير إن شاء الله. ها إيش عندك؟ أبي شغالتهم. كيف يعني ما فهمت؟ أبي أتزوج الشغالة حقتهم. الشغالة؟ انهملتي أنت تزوج شغالة؟ يا أتزوجها يا أمشي. يا منصور اعقل، كيف اطلب لك الشغاله من الناس؟ انت ناسي انت ولد مين؟ انت ولد صالح منصور تتزوج شغاله؟ اذا خلاص اقعد عزابي طول حياتي ولا اتزوج. لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص بتصرف. الله يستر. شغاله شغاله. صاروخ. افا خط يلا انقلعوا والعد نشوف وجيهكم مرة ثانية. وانت اسمع، الشغالة هذه ما تنوم اليوم في البيت، توديها المطار على أول طيارة، فاهم؟ أبشر يا طلال على ذا الأفلس. شمي شمي.